بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم الفصل الدراسي الأول. وفي هذا الدرس اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأنظمة البيئية، ونقارن الأنظمة البيئية المائية سواء كانت مياه عذبة أو مياه مالحة. يعني عنوان درسنا اليوم إن شاء الله الأنظمة البيئية، وبالتحديد الأنظمة البيئية المائية. بحول الله في نهاية هذا الدرس ستستطيع عزيزي الطالب والطالبة أبنائي وبناتي أن تصفون النظام البيئي المائي، ماذا نقصد بالنظام البيئي المائي، وأن تربطون بين العوامل البيئية الموجودة في كل بيئة وأثرها على الكائنات الحية التي تعيش فيها، وأخيرا تقارنون بين أنظمة البيئة المائية سواء كانت عذبة أو مالحة. بسم الله على بركة الله. ما الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة؟ طبعا احنا عرفنا ما معنى كلمة نظام بيئي. النظام البيئي هو عبارة عن كائنات حية وغير حية مجموعهما في مكان واحد بحيث يؤثرون في بعضهم البعض يكون عندي النظام البيئي. مياه عذبة يعني صالحة للشرب تقريبا، نقول مياه عذبة يعني لا توجد على أملاح، أو إذا كانت في أملاح فهي نسبة قليلة جدا. من أمثلة على المياه العذبة بيئة البرك، البركة، بركة وهي مساحة صغيرة موجودة على سطح الأرض يغطيها الماء. وعادة البرك كما تلاحظون كمية الماء فيها تكون قليلة، يعني تغطي مساحة جدا صغيرة من سطح الأرض. تتميز مياه البرك عادة بأنها ساكنة ما تتحرك، يعني مثل الأنهار يعني تجري، بل هي تقريبا ثابتة في مكانها. ومع ذلك إذا توفرت المياه العذبة في مكان ما فإن هذا يساعد على نمو النباتات كما تلاحظون أمامكم في الصورة. نمو النباتات يجذب إليه بعض الكائنات الحية الحيوانية كالحشرات، لأن الأشجار موجودة والماء موجود. أيضا كذلك ممكن تجذب إليها الضفادع، أسماك، سلاحف. ولو كانت المياه هذه راكدة فترة طويلة من الزمن ربما يكون هناك طحالب تنمو، لأن الطحالب من النباتات والنباتات بحاجة إلى الماء والماء موجود في البركة. إذا البركة باختصار شديد يكون الماء ساكنا في معظمها، بعضها بها طحالب وبعضها ينمو فيه نباتات وحيوانات كالضفادع والسلاحف والأسماك. طالما الماء موجود إذا ممكن تجذب إليه أو يجذب إليه بعض الكائنات الحية كما ترون في الصورة، أسماك أو ضفادع أو سلاحف، بالإضافة إلى حشرات وكائنات حية أخرى. أيضا من الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة البحيرات، البحيرة. طيب بما تختلف البحيرة عن البركة؟ نفسها تقريبا، اللهم إنها تختلف في المساحة. مساحة البحيرات عادة تكون أكبر من مساحة البرك. البرك يعني كمية من الماء في مساحة بسيطة على الأرض، أما البرك البحيرات فتكون أو تغطي مساحة أكبر من سطح اليابسة، وكما تلاحظون هنا في قارب في هذه البحيرة لأنها كبيرة. فإيش اللي يغطي سطح الماء؟ إيش اللي تشوفون هذا باللون الأخضر؟ هذه طحالب تنمو على سطح الماء. طبعا الطحالب عبارة عن نباتات وخضراء لأنها تحتوي على البلاستيدات الخضراء، وبالتالي تستطيع أن تصنع غذاؤها بنفسها. إذن نفس المواصفات اللي موجودة في البحيرات هي نفسها موجودة في البرك، اللهم إنها فقط تختلف لأنها ذات مساحة أكبر. إذن البحيرات يكون الماء ساكنا في معظمها مثل البرك، بعضها بها طحالب كما ترون في الصورة أمامكم، وبعضها ينمو فيها نباتات كالزنبق، زنبق الماء، نبات نسميه نبات زنبق الماء،
وحيوانات أخرى كالضفادع والسلاحف والأسماك. إذن البحيرات تشبه البرك تماما، اللهم فقط الاختلاف في المساحة، مساحة البحيرات أكبر من مساحة البرك. أيضا من الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة كما ترون أمامكم الأنهار والجداول، الأنهار والجداول. طيب ما هو النهر؟ لما نقول أنهار، النهر هو الذي يجري فيه الماء، الماء متحرك يجري وليس ساكن، يجري فيه الماء يعني الماء يمشي. النهر وهو يمشي أحيانا يتفرع منه فروع صغيرة كما ترون أمامكم في الصورة، هذه الفروع الصغيرة التي تتفرع من النهر نسميها جدول، الواحد منها جدول، مجموعها جداول، جداول. إذن الأنهار والجداول من الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة. طيب هل تتوقعون ايش في هذه المياه كائنات حية؟ نعم، طالما الماء موجود زي ما ذكرت فيما سبق، تنمو النباتات على حواف النهر وكذلك الجداول، ربما تعيش فيها أسماك، وربما تنمو الطحالب، وربما الأسماك هذه تجذب إليها بعض الطيور والحشرات والحيوانات التي تشرب. إذن النظام البيئي هذه اللي هي بيئة المياه العذبة كالأنهار والجداول. تتكيف المخلوقات الحية التي تعيش فيها، فمثلا نبات القصب له جذور عميقة، يعني النهر هذا طالما أنه يجري ربما ينمو فيه نبات مثل نبات القصب. طبعا لو كان النبات هذا ما له جذور عميقة في التربة لربما انجرف مع حركة ماء النهر، مياه النهر جارية، مياه النهر جارية. علشان القصب ما ينجرف مع هذه الحركة نجد أن له جذور عميقة تثبته في القاع. أما الأسماك التي تعيش فيه مثل مثلا أسماك السلمون، أسماك السلمون أجسامها انسيابية، ونعني بالانسيابية أنها تقلل من عملية احتكاك جسمها بالماء، يعني إذا كان الماء يسير في اتجاه معين، خلينا نقول الماء يتحرك بهذا الاتجاه، ممكن الأسماك تتحرك في الاتجاه المعاكس ضد حركة الماء. لماذا؟ لأن جسمها انسيابي، يعني يقلل من أثر حركة الماء عليها، وبالتالي تستطيع السباحة بعكس اتجاه التيار. طيب هل هناك نظام بيئي أيضا تبع مياه عذبة غير الأنهار والجداول والبرك والبحيرات؟ نعم، بيئة اسمها بيئة الأراضي الرطبة، واضح من اسمها رطبة، ورطبة يعني فيها نسبة من الماء، هذه أمامكم الصورة. اللي يميز الأراضي الرطبة أن نسبة الماء فيها أو الماء مستوى الماء فيها يكون قريب من سطح الأرض، قريب من سطح الأرض أو يغطي سطح الأرض. زي ما ذكرت سابقا طالما الماء موجود فإن هذا يؤدي إلى نمو النباتات كما تلاحظون أمامكم في الصورة، والنباتات هذه بما أنها غذاء لبعض الكائنات الحية على سبيل المثال الغزلان أمامكم في الصورة، فإن الغزال يحتاج إلى الماء والغذاء، الماء متوفر وكذلك الغذاء اللي هو النباتات. حيوانات أكلات الأعشاب هذه وربما تجذب حيوانات أخرى أكلات لحوم. إذن هذه البيئة اللي هي بيئة الأراضي الرطبة غنية جدا بالمخلوقات الحية، يعني فيها الكثير من الحيوانات سواء كانت أكلات لحوم أو أكلات أعشاب أو طيور إلى آخره. الأراضي الرطبة هي التي يكون فيها مستوى الماء، هذا الماء قريبا من سطح الأرض، وهي غنية بالحياة النباتية والحيوان. أيضا من الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة، وها كلمة العذبة هذه زي ما ذكرنا قبل قليل يعني قليلة الأملاح، لكن الآن بما أنها مياه الأنهار ستلتقي مع مياه البحر أو المحيط اللي احنا نسميها مصبات الأنهار، المكان الذي يلتقي فيه ماء النهر، ماء النهر مع ماء المحيط أو البحر نسمي هذا المكان
مصبات الأنهار. طيب النار مياهه عذبة، البحر أو المحيط مياهه شديدة الملوحة. المكان الذي يلتقي فيه الماء العذب مع الماء المالح، حتكون نسبة الملوحة هنا في هذا المكان وسط، يعني ليست شديدة الملوحة كمياه البحر والمحيط، وليست معدومة كمياه النهر العذبة، يعني تكون الأملاح هنا نسبتها وسط. ومع ذلك هذه البيئة اللي هي متوسطة الملوحة اللي احنا سميناها مصبات الأنهار، يمكن أن يعيش فيها بعض الكائنات الحية التي تكيفت مع نسبة تلك الأملاح. المصب النار نقصد به هنا المكان الذي يلتقي فيه الماء العذب مع الماء المالح، هذا المكان نسميه مصب الأنهار، يعني الأنهار تنتهي، معروف أنها تبدأ من مكان وتنتهي في مكان، غالبا ما تنتهي في مياه البحار والمحيطات. إذا مصب الأنهار كتعريف له ما هو؟ هي الأماكن التي تصب فيها مياه الأنهار في البحار والمحيطات. يلا المكان هذا هو المكان اللي يصب فيه ماء النهر في البحر أو المحيط، يعيش فيها العديد من الأسماك والسلاحف وبعض الكائنات الحية الأخرى زي الأوليات والطلائعيات اللي تعيش في بيئة المياه. نأتي الآن إلى بيئة اسمها بيئة المياه، ها البحر أو المحيط، طعم الماء وشلونه فيه؟ هتقولون مالح، إذا نسميه بيئة المياه المالحة. إيش بيئة المياه المالحة؟ مياه مالحة أكيد هتقولون مثل البحار، البحر أو المحيطات. مياه البحار، مياه المحيطات تتميز بأنها شديدة الملوحة، شديدة الملوحة. ومع ذلك بالرغم من أنها شديدة الملوحة إلا أنه يعيش فيها العديد من الكائنات الحية. على سبيل المثال في ماء البحر أو المحيط ممكن احنا نقسمه إلى ثلاث مناطق، في كائنات حية تعيش بالقرب من سطح الماء، بالقرب من سطح الماء يعني فوق في أعلى البحر والمحيط في هذه المنطقة تقريبا، موجودة أمامكم في الصورة تكبير لها، هذه كائنات حية دقيقة تسمى الدياتومات. الدياتومات التي تعيش بالقرب من سطح الماء نسميها اسمها العوالق، العوالق كائنات حية تعيش بالقرب من سطح الماء. مثل ماذا العوالق؟ مثل الدياتومات، حيث تعيش قريبا من سطح الماء، وفي نفس الوقت هذه الدياتومات التي تعيش بالقرب من سطح الماء نسميها كائنات منتجة، منتجة يعني تستطيع أن تصنع غذاؤها بنفسها لأنها من النباتات. إذا العوالق من النباتات، كائنات حية تعيش بالقرب من سطح الماء، تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها، لذلك نعتبرها من المنتجات. طيب سؤال، لماذا تعيش بالقرب من سطح الماء؟ ليه هذه العوالق؟ ها؟ لماذا تعيش بالقرب من سطح الماء؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة. لأنها بحاجة إلى ضوء الشمس، بحاجة إلى الضوء، الضوء يكون مركز أو متواجد بكمية أكبر بالقرب من سطح الماء، أما كلما اتجهنا إلى أسفل البحر أو المحيط فإن كمية الضوء تقل، بالتالي لو كانت العوالق موجودة في قاع المحيط فإنها ستموت لأنها لن تستطيع أن تصنع غذاؤها. لماذا لا تصنع غذاؤها؟ لأن الضوء لا يصلها، ولذلك نجدها تعيش بالقرب من سطح الماء، ولذلك سميناها بالعوالق. لأن العوالق مرة أخرى كائنات حية
تعيش بالقرب من سطح الماء، ولذلك نعتبرها من المنتجات لأنها تصنع غذائها بنفسها. احنا تكلمنا الآن عن سطح الماء، طيب وسط الماء، في الوسط ما الذي يوجد؟ كما تلاحظون يوجد أسماك. الأسماك هذه تستطيع الحركة، تستطيع السباحة. ما دام أنها تستطيع الحركة والسباحة لذلك نسميها، يلا شوفوا معايا، نسميها السوابح. السوابح يعني هي التي تستطيع أن تسبح في الماء. مثل ماذا؟ مثل الجراد، جراد البحر، هذا هو الصورة حقته. كذلك الأسماك، هذه الأسماك، والدلافين، هذه الدلافين. إذن هذه تعيش، لها القدرة على العيش وسط الماء، بالإضافة بالقرب من سطح الماء. تسمى السوابح لأنها تستطيع السباحة والحركة بشكل دائم. في نفس الوقت هذه الكائنات الحية تعتبر من المستهلكات. المستهلكات يعني هي التي لا تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها، بل تعتمد في غذائها على ماذا؟ على هذا سميناها على العوالق. العوالق هي الدياتومات. إذن الآن تكلمنا عن سطح الماء التي تعيش فيها العوالق، السوابح التي تستطيع السباحة في الماء لأنها تستطيع الحركة. آخر جزئية، كائنات حية تعيش في قاع المحيط أو قاع البحر. في الصورة قدامكم واضحة، ماذا نسميها؟ نسميها بالقاعيات. القاعيات، كلمة القاعيات يعني تستطيع أن تعيش في قاع البحر أو قاع المحيط. مثل ماذا؟ مثل سرطان البحر والأسفنج والمرجان، كلها كائنات حية تعيش في قاع البحر أو المحيط. إذا نعيد مرة ثالثة، لو قسمنا منطقة البحر أو المحيط نجد أن هناك كائنات حية تعيش بالقرب من سطح الماء، هذه سميناها بالعوالق، التي تستطيع أن تسبح وتتحرك في الماء سميناها بالسوابح. وبعض الكائنات لها القدرة على البقاء والعيش في قاع المحيط سميناها القاعيات. إن شاء الله تكون الصورة أمامكم واضحة. طيب نطرح السؤال التالي، أي من المناطق المحيط لا تنمو فيها طحالب؟ هل الطحالب تستطيع أن تنمو على السطح أم تنمو في الوسط كالسوابح أم تنمو في القاع؟ إذن أي من مناطق المحيط لا تنمو فيها الطحالب؟ أكيد كلكم تعرفون. مثلا هل الطحالب يمكن أن تنمو في القاع؟ هنا في قاع المحيط، لا تنسون ترى الطحالب نباتات خضراء خضراء. طبعا اكيد تقولون لا، ان الطحالب لا تستطيع ان تنمو في قاع المحيط. طيب لماذا؟ لان الطحالب نباتات وهي بحاجه الى الضوء، والضوء لا يستطيع الوصول الى قاع المحيط. يعني لو كان الضوء هنا، لاحظ موجود هنا ضوء، يمكن حتى الماء هنا يكون لونه فاتح، بس كل ما نزلنا الى قاع المحيط تجده يبدا في الظلام، يعني يتحول اللون. لماذا؟ لأن الضوء لا يصل إليه. ما دام أن الضوء لا يصل، الطحالب إذا لا تستطيع أن تعيش في القاع، لأن الطحالب بحاجة إلى هذا الضوء علشان تصنع غذاؤها. إذا الإجابة أي من مناطق المحيط لا تنمو فيها الطحالب؟ هو قاع المحيط. يلا هذه الإجابة، قاع المحيط، لأنها بحاجة إلى الضوء لصنع غذائها، والضوء لا يصل للقاع. تقريبا حبايبي وصلنا إلى نهاية الدرس. هذا بس ملخص بسيط لما ذكرناه قبل قليل عن الأنظمة البيئية المائية. وقلنا البيئة المائية والأنظمة في البيئة المائية هي نوعين، البيئة المائية إما أن تكون عذبة
أو تكون مالحة. إن كانت عذبة مثل ماذا؟ مثل البرك، البحيرات، الأراضي الرطبة، والأنهار، والجداول. هذه بيئة مياه عذبة، وكل هذه المياه لها كائن حي أو كائنات حية تستطيع أن تعيش فيها، سواء كانت حيوانية أو نباتية. ما ينطبق على بيئة المياه العذبة ينطبق أيضا على البيئة المائية المالحة. مثل ماذا؟ بيئة مائية مالحة مثل مصبات الأنهار، البحار، والمحيطات. أيضا هذه البيئات المائية المالحة فيها حيوانات ونباتات تكيفت للعيش في هذه البيئة. إن شاء الله يكون الدرس بالنسبة لكم واضح. من كان لديه منكم إشكالية فبإمكانه العودة إلى كتاب العلوم الصف السادس الفصل الدراسي الأول. حتى ألقاكم في درس قادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.